أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا فإذا هم فريقان يختصمون. تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك معك. قال طائركم عند الله. بل أنتم قوم تفتنون.
قالوا طيرنا بك وبمن معك قال بل أنتم قوم تفتنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون فإذا هم فريقان يختصمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة قال يا قوم قال يا قوم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون مكروا مكرا
وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلك ما شهدنا مهلك أهلك وإنا لصادقون ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا صدق الله العظيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون وهم لا يشعرون
ومكروا مكرا. ومكرنا مكرا. وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. كيف كان عاقبة مكرهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية. فتلك بيوتهم خاوية. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا. فما من
منهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يشركون
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ذات
بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله أما
فإله مع الله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والمؤتفكة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى أهوى أغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى ليس لها من دون الله كاشفة أزفة الآزفة أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى غشاها ما غشا فغشاها ما غشا
فبأي آلاء ربك تتمارى؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر وانشق القمر اقتربت الساعة اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك وما مستاقب إن كل نفس لما عليها حافظ
فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين ألهم رؤينا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك لا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لا إله إلا
أشرح لك صدرك، ألم أشرح لك صدرك لا لنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا
على ذلك. اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم برحمتك من ظلمة القبور وضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات ويا منزل الرحمات ارحم اللهم برحمتك فقيدنا. اللهم ارحم فقيدنا. اللهم اسكنه فسيح الجنة. شفع فيه القرآن والصيام وصالح الأعمال. اللهم شفع فيه الحبيب المصطفى العذنان. اللهم اجعل ليلته هذه أسعد لياليه. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وألحقنا به على خيره يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وبعد، فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له بكل حال وجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالذي عند جزائه؟ اولئك اهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا ائمة نقلوا لنا القرآن عزبا مسلسلا بالبر والاحسان والخير والتقى، اولاهم بها جاء القرآن مفصلا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، استمعنا واياكم خاشعين منصتين للتلاوة قد تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لصنف القراءات وعلوم القرآن
والمقيم بمركز ومدينة دينينجاك محافظة البحيرة. اما بذلك عن احدث مكبرات الصوت العالمية والانارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت ادارة واشراف الحاج عبد الخالق زغلول واولاده المقيمين بمركز ومدينة تيل بارو. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.